السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم راح نتعلم مع بعض طريقة عمل سقف فلات من مادة البي في سي بشكل هندسي. طبعا هاي الطريقة الثانية، خلينا نتابع مع بعض واحنا مستمتعين. الآن طبعا احنا شغالين بسقف حمام، بنركب الزوايا، زوايا طبعا الجبسن بورد، الزوايا المعتادة على الإطار. طبعا الأفضل انك تنزلهم بشكل هندسي على الليزر. طبعا طبعا احنا نزلناهم على الليزر وعلمنا الداير مثل ما انتم شايفين، الخط الاسود على الداير، وبعدين ثقبنا على الفواصل البلاط عشان ما نأذي البلاط، وبنبلش نجمع الزوايا وكأنها ودعه اللي سقف الفلات، سقف الفلات اللي هو سقف البي في سي. طبعا سقف الفلات مثل زي هيك من الافضل انه احنا نيجي نشتغل للحمامات مادة البي في سي، افضل من انك تشتغلها جبسن بورد او اي مادة اخرى. ليش؟ لانها هي عازل للصوت وعازل للحرارة وعازل للرطوبة. ولكن للاسف بعض الشباب او بعض الفنيين لما يجي يشتغلوا مادة البي في سي سواء بأسقف الغرف أو بأسقف الحمامات بيكون بيشتغلها بطريقة مؤذية للسقف الأصلي. بعد فترة بتبلش يطلع عندك تعريقات، وبتبلش السقف إنه ينقط مي عليك بسبب إنه الشغل أصلا غلط. إحنا قلنا في عنا طريقتين، الطريقة الأولى نزلناها على اليوتيوب مرتين، يعني من تقريبا من 3 سنين، وقبل تقريبا أكمل يوم نزلنا على الطريقة اللي هي شبكة عنكبوتية، والآن بننزل اللي هي سقف فلات. سقف فلات اللي هو نفس سقف فلات الجبسن بورد، يعني نفس الأدوات والمواد اللي بنستخدمها بالضبط. الآن بعد ما خلصنا لف الزوايا على الداير القياس اللي بدنا إياه، بنيجي بناخذ ستينات عشان ننزل السيشنال. طيب الستينات هل انه بصير ان ننزلهم 80 مثلا؟ نعم بصير، 85 بصير، لانه انت ما بتتقيد تقييدة جبسن بورد. نعم مثلا البي في سي في مضاعفين، بتشغل عنه مضاعفين، مضاعف مثلا 25 او 30 او 40 اللي هو مثلا العرض، والطول اللي هو مترين 90، مترين و40، 4 3 متر و20، 3 متر. بعد ما اخذنا قياسهم نضربهم خيط علام. طبعا انا هذا السقف اخذته على ستينات لانه مساحه عندي بسيطه، ومضطر انه انا انزل تيوبين سيشنال اوميجا اقصد. طبعا هاي السيات مثل ما انتم شايفين بنوزعهم توزيع جبسن بورد. مثل ما حكيت لكم انه يكونوا الفنيين اللي بيشتغلوا السقف بيرنوا علي ناس بيقول لي والله احنا السقف عندنا بيعرق وبنقط مي، لانه الفن اللي اشتغله غلط. يعني اهم شيء انه يكون في عندك نزول 5 سم ل 10 سم او يزيد، يعني بامكانك تنزله متر اذا كان السقف بيسمح انه كان 4 متر ارتفاع او غيره. طبعا هيك ركبنا السي على السي تمام عشان نجمع اخر شيء من الاسفل مثل ما انتم شايفين اللي هي الاوميجا، برضه بينقاس على 60 نفس نظام الجبسن بورد. يعني في عندي فيديو قديم كان للبي بي سي سويناه على 80، ولكن هاي عشان المنطقة ضايقة عملناها على 60. الفيديو اللي قبليه كان بس الشغل على اوميجا، لانه نزول الاوميجا 2 سم ونص، واوميجا فوقيها 2 سم ونص، شو صار معانا؟ صار معانا 5 سم. طيب اوميجا لحالها مثلا طبقة واحدة بيزبط؟ لا ما بيزبط، لانه عشان نترك مجرى هواء بين الاوميجا بحيث انه الجريل ياخذ راحته بتطليع البخار وتوابعه. يعني بالضبط نفس نظام جمع حديد سقف فلات جبسن بورد، ولكن احنا شغالين على بي في سي. وحاول دائما الحمامات يكون الحديد عندك مقلبا. سواء اشتغلت على برغي طبعا سلب دريل او برغي سنساج كثير كويس، بس اهم شيء السنساج يكون سن ناعم لانه مش للخشب. طبعا بامكانك تشتغل نفس الفلات هذا
على الخشب، مثلا ترمي اللي هي جدد، ونفس السيستم هنا، ولكن هذه طريقة أفضل من الجدد، أفضل حتى من إنك تشتري الخشب، لأنه الخشب يعني إله مشاكل، بينما هذا حديد ما بيشرب مي ولا غيره. طبعا شايفين كيف بعد ما وزننا الحديد وجمعنا السي على السي، الآن بعديها مباشرة نحط برغي على الأوميجا من الأسفل، إحنا حطينا بالأصل، والآن بنشيل الزيادات من السي شنل عشان ما يضرب بالبي في سي. طبعا مادة البي في سي مادة بلاستيكية ديكورية، طبعا المادة هاي هي مكونة من البولو أثيرين أو البوليمر، مادة البوليمر. بعد ما جمعناها زي هيك، الآن بنبلش نجمع السي، اليو أقصد. الآن هذه يو البي في سي. كنت أشوف ناس بيشتغلوا على الأسقف بالطريقة الخاطئة، مثلاً إنه بجيب لك برغي وإسفين ودريل وبيخزق فيه، ما بيتحمل هذا. اليوهات هاي ما بتتحمل، يعني شو ما كانت نوعيتها ما بتتحمل البرغي والإسفين. طبعاً بنجمع اليوهات بشكل كامل. على كل الزوايا، مش كل الزوايا، ثلاث جهات اقصد، من قدام من جنبها يمين شمال، اما من الخلف ما بتترك اخر قطعة عشان تجمعها، اما تدخل اخر قطعة مع اليو راكبة عليها وبعدين بتدخل البرغي، او بتركب اخر قطعة على براغي وبعد ذلك بتحط القشر الخارجي تبعت اليو عليها مباشرة. مثل ما انتم شايفين هون السقف نازل عندنا تقريبا 10 سنتي، والان بنبلش نركب شرحات البي في سي. طبعا هذول الشرحات 30 سنتي، في 25، في 30، في 40، في 60. طبعا يعني انسب شيء الاسقف زي هيك بين ال 30 وال 25، اكثر من هيك مش حلو يعني. اكيد بنحاول نستخدم المشحات عشان ندخل داخل اليو. طبعا بيدخل هاي شرحة البي في سي بتدخل من جهة الذكر باليو، والأنثى مثل ما انتم شايفينها من الخلف بيركب عليها البرغي. دخلها بشكل جيد، طبعا ما بدك مطب كاوشوك يعني بإيدك، لأنه أصلا البي في سي تبع الأسقف دائما شوي ضعيف، فبحاجة لطف بالشغل فيه. يعني هذا المتواجد عندنا في الأردن، مش عارف شو البلدان الثانية شو متواجد فيها، ممكن أنظف، خامات أجود. طبعا إحنا 60 طبعا ثقيل كويس، 40 برضو كثير كويس، بينما 25 30 في بعض المشاكل بيكون خفيف يعني مش هالقوة. التعريقة اللي قاعدة بتصير بالأسقف سببها إنه بينشغل على شنكل مثل ما حكينا، وبينزل على السقف مباشرة. طيب أنا لما أجي أغلف السقف من الأسفل مباشرة، شو بدي يصير معي؟ بدي يصير إنه الحديد السقف الأصلي راح يصدي، والكسارة بعد 3 سنين 4 سنين راح تكت، والسقف نفسه الأصلي راح يخرب. بينما لما أخلي فيه تهويات بظل وضعه مضمون، يعني السقف بظل أهون. طبعا عندنا فيديوهات تقريبا 30 فيديو للبي في سي، لشرائح البي في سي اللي شايفينها هاي، كنا نعمل منهم أسقف معلقة، يعني في عندنا أكثر من موديل سقف معلق من هذا البي في سي. إحنا قاعدين نشتغلوا فلات، ولكن إذا بتدخلوا على صفحة بيت الأحلام على اليوتيوب وعلى الفيسبوك راح تشوفوا انه احنا قادرين نعمل من نفس المادة هاي اسقف معلقة بانارات فرنسية بمنظر جميل وجذاب جدا. ولكن هاي الفلاتات احنا بنستخدمها مثل المطابخ، مثل الحمامات. في ناس بيحكوا لك لا انا بدي الغرف عندي سمبل ما بدي فيها حركات، فبدي اعملها فلات، فانت حر يعني. لكن هاي مادة طيعة
انه بامكانك تشتغلها فلات وبامكانك تشتغلها رسمات نفس البيت. طبعا انتم بتعرفوا انه احنا طاقم بيت الاحلام للديكور، صح كانت مثاليه، لكن احنا بنقوم بتنفيذ جميع انواع الديكورات المحليه والعالميه داخل داخل خارج الاردن، داخل تمام، يعني من الشمال للجنوب، كرك، معان، اربد، عمان، زرقاء، المفرق. طبعا البي في سي او شرحات البي في سي احرص انك تنقي بضاعتك من شركه بضاعتها نظيفه، يعني بعض الاحيان بيكون القطع تعبانه من جميع النواحي، حتى خاماتها سيئه جدا، يعني اهم شيء تنتبه من وين تجيب بضاعتك. إن شاء الله قريبا نبلش ننزل لكم الستريتش والبروفايل، اسكو البروفايل عندنا مجموعة، طبعا هاي القطعة راكبة عليها اليو. شو الحركة اللي احنا بدنا نعملها؟ طبعا هنا قاعدين ندخلها بالمشحاف، طبعا هاي المشحاف تركنا فراغ تقريبا من الخلف نص سنتي، لان هاي اليو فيها سنتي ونص، تمام، فبالطريقة هاي قاعدين بنرجعها. بعدين بعد ما ترجعها للخلف بدنا نشتغلها على برغي. كيف؟ تحط المشحاف تفتحها من الداخل عشان ما يبين البرغي، تمام، و بنركب البرغي. طبعا هسه المرحلة المهمة جدا 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 اللي هي تركيب الجريل. ليش بنركب الجريل؟ عشان انا ما يصير عندي رطوبة داخل المنطقة المشغولة، يعني من الداخل، تمام، لاني اصلا هذا البي في سي مسكر تسكير كلي، ما في منفس هواء اصلا، عشان هيك بتوقع الكسارة، والحديد بذوب الحديد الأصلي، مش حديد اللي احنا شغالين فيه، هذا الحديد اللي شغالين فيه احنا مقلفن، يعني قد ما يكون مش راح يتبهدل، ولكن السقف الأصلي هو اللي راح يكون فيه مشاكل. فعشان هيك مضطر نحط فيه جريل أو جريل بالمساحات الصغيرة، يعني أنا بقول جريل زي هيك كثير كويس. لما اشتغلنا على السقف الأولاني ونزلنا الأوميجات طبقتين بحيث انه الهواء يكون ماخذ راحته رايح يمين شمال كل الاتجاهات وفي منفس بشكل حلو. فانا بقول انه البي في سي اقل شيء هندسيا 5 سنين. طبعا هي ما راح تكون هندسيه الطريقه الاولى 100%، لانه السقف احنا ما بنضمنه انه يكون ميزانه 100%، ولكن هذه الطريقه اللي هي ممتازه الشغل الهندسي 100%. هذا البي انك تنزل فلات، هذا هو الشغل الهندسي. طبعا زي هيك بتركبها على سوبر جلو، طبعا سيليكون لحاله ما بيزبط، تمام، وهيك بنخلصها بالسوبر جلو وبنركبها. الجريل مبدأه بسيط ولكن مهم جدا 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 عشان ما تشوف قطرات مي ولا تقريبا. لكم مني انا سيف الكردي كل الحب والاحترام، بتمنى منكم انكم تشتركوا بقناة بيت الاحلام للديكور، وان شاء الله بنشوفكم على فيديوهات قادمة ان الله احيانا. طبعا اتذكرونا بصالح دعاكم، وان شاء الله الكل بيتعلم وبيستفيد، يعني صاحب البيت بيستفيد واللي بده يتعلم صنعة برضه بيستفيد. الله يعطيكم الصحة والعافية، إن شاء الله نشوفكم على فيديو جاي، استمتعنا مع بعض، سلام عليكم.